ويبقى معنا الشيخ خالد الشراري ليحدثنا عن مزيد من التفاصيل حول احتجاز الشيخ العكيمي. مرحبا بك شيخ خالد. الله يحييك. لو تحدثنا في البداية إذا كانت لديكم معلومات حول صحة الشيخ العكيمي وظروف احتجازه داخل السعودية. والله صحة الشيخ أمين جيدة ويتمتع بشيء من التحرك داخل أراضي المملكة بشكل كامل في جميع مناطقها، لأن هناك قيود عليه من الخروج إلى أراضي الوطن. نعم. هناك محاولات تضليل على الأخوة في المملكة العربية السعودية. لماذا هذه القيود؟ لماذا يتم منع الشيخ العكيمي من العودة إلى الوطن؟ وما هي المبررات؟ يعني ما هي المبررات التي وصلتكم؟ والله شوف الشيخ أمين يمتلك كثير من المميزات والمناقب التي قل أن تجد في مسؤولي الشرعية، وكان له دور كبير ودور ميداني، دور شعبوي، دور عسكري، رابط من 2014 إلى بداية العام هذا. طغت شخصيته لوجوده وحضوره في الميدان وإقبال الناس عليه وعمل من نفسه مظلة للجميع. نعم شيخ خالد، يعني الشيخ أمين العكيمي معروف لدى الجميع، لكن السؤال هنا ما هي المبررات لدى السعودية في احتجازه حتى الآن ومنعه من العودة إلى البلاد؟ احنا والله لا نعرف أي مبرر، بس نقول لك أن الأسباب، نعم، الأسباب التي قد يكون منها وهي أسباب ضعيفة، يعني النقل وتلبيب شو واستهداف الشيخ أمين من قبل بعض ضعفاء النفوس، نعم، الذين كانوا بعيد عن الميدان وبعيد عن الواقع. و تقصد شخصيات يمنية؟ يمكن انه هو كل شيء من هذا. تقصد شخصيات يمنية؟ شخصيات ربما يمنية متورطة؟ نعم، إذا الحوثيين مش بعيد عن الموضوع، هم ما عندهم مخابرات تجاه عندهم كذا، بس هو اغلب الناس يعني رموا بشخصيات داخل الشرعيه وداخل التحالف لنشر مثل هذه السموم. نعم. لانهم اذكياء، الانسان اللي ما يقدروا له ميدانيا وعسكريا او يخافوا من تاثيره الشعبوي والعسكري والحضور الكبير، هم يحاولون تكون شخصيات المسؤولين الشرعيه، شخصيات ضعاف، شخصيات بعيده عن الواقع، بعيده عن المجتمع، يعني هم يستفيدوا من هذا الشيء. نعم. لكن ما يضربهم وجود شخصية كشخصية أمين العكيمي.